أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف. السلام عليكم جميعا، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم سنتحدث من خلال هذا الفيديو عن واحدة من أكثر الحكايات المأساوية في تونس، وهي قصة الفنانة التونسية اليهودية الشهيرة حبيبة مسيكا. وقبل ذلك أرجو منكم جميعا دعم الفيديو بلايك، شكرا لكم ودعونا نبدأ. حبيبة مسيكا الفنانة التونسية التي لعلك في يوم من الأيام سمعت أغانيها دون أن تعرف قصة حياتها وخاصة نهايتها المأساوية. تم وضع حد لحياتها وهي في عمر 27 سنة فقط بطريقة صادمة ومؤسفة هزت تونس بأكملها. سوف تتعجبون وتتفاجؤون لمعرفة ذلك. وقد وقع تشبيه حكاية حبيبة مسيكا في المسلسل التونسي القديم عنبر الليل الذي وقع عرضه على الوطنية الأولى منذ سنوات عديدة. ومن أشهر أغاني حبيبة مسيكا: حبيبي الأول والله ما ننساه، عالباب دارك، طلعت يا محلى نوارها، والعديد العديد من الأغاني الشهيرة التي ما زالت إلى يومنا هذا يسمعها الكثيرون. ولكن دعونا نتعرف أولا عن حبيبة مسيكا، ومن ثم سنتعرف على النهاية المرعبة والمأساوية التي لاقتها. حبيبة مسيكا هي فنانة تونسية عاشت بين سنوات 1903 و1930، ولدت في مدينة تستور التابعة لولاية باجة، ولكنها اشتهرت بعملها في تونس العاصمة. اسمها الحقيقي هو مارغريت مسيكا، وهي يهودية الديانة. حبيبة مسيكا ذاع صيتها في العشرينات من القرن الماضي، وأصبحت من أبرز نجوم الحياة الفنية في تونس، وكانت معروفة بجمالها الساحر، وجميع الرجال كانوا يحبونها في ذلك الزمان، ولذلك اشتهرت بلقب حبيبة الكل. ولكن شاء القدر أن تتغير حياتها في ليلة من الليالي بعد أن تعرفت على واحد من الرجال الأثرياء التونسيين الذي يدعى إلياهو ميموني، وهو يهودي الديانة أيضا، وكان يعمل كتاجر للمجوهرات في تونس العاصمة. وكان هذا الرجل معروف بثرائه وكثرة أمواله. يروى أن هذا الرجل وقع في حب حبيبة مسيكا، وقد ساهم بشكل كبير في دعمها، فقد كان شديد الثراء كما قلنا، وكان يقوم بدعمها بالأموال ويلبي لها كل الطلبات. ولكن هذا الحب كان من طرف واحد، فحبيبة مسيكا لم تحب هذا الرجل المدعو إلياهو ميموني. وهذا الرجل قام ببناء قصر كبير للفنانة حبيبة مسيكا في مسقط رأسها في منطقة تستور بولاية باجة، وإلى هذا اليوم ما زال هذا القصر موجود في منطقة تستور، وأصبح تابع لوزارة الثقافة التونسية. عموما هذا الرجل أحب حبيبة بشغف كبير، ولكن هذا الحب كان من طرف واحد، ولكن حبيبة كانت ترفض ذلك ولم تبادله نفس المشاعر. وهناك رواية غير مؤكدة تقول بأن حبيبة مسيكا استغلت حب هذا الرجل لها من أجل أن يلبي لها كل الطلبات، ومن أجل أن يقوم بدعمها بالأموال. عموما وفي ليلة من الليالي في شهر فيفري 1930، في نزل أي في يوتيل في شارع الحرية بمنطقة لافايت بالعاصمة، وهذا لوتيل ما زال موجود ليومنا هذا في منطقة لافايت بتونس العاصمة. عموما في تلك الليلة التقى إلياهو ميموني بحبيبة مسيكا داخل غرفة بهذا النزل، وتشاجروا شجار عنيف. فالرجل كان يقول لحبيبة أنه يحبها وأعطاها كل ما ترغب فيه، ولكن حبيبة واجهته بالرفض وقالت له أنها لا تحبه ولا تنوي الزواج منه. اشتد غضب إلياهو الميموني الذي أسرع لإحضار قارورة من البنزين، وقام بسكبها على جسد الفنانة حبيبة مسيكا، ومن ثم أضرم فيها النار. اشتعلت النيران في جسد حبيبة واحترقت حتى الموت. ويقال بأن حبيبة مسيكا لما كانت تحترق وتستغيث والنيران تلتهم جسدها، ارتمت حبيبة على إلياهو الميموني وحاولت أن تقوم بحرقه هو الثاني، ولكنه تمكن من الإفلات منها بعد صراع شديد. وأصيب إلياهو الميموني هو أيضا بحروق خطيرة جعلته هو أيضا يموت بعد 3 أيام فقط، وذلك بسبب الحروق التي أصيب بها. وهكذا كانت نهاية حبيبة مسيكا الفنانة التونسية التي ذاع صيتها في كامل أرجاء البلاد التونسية. في تلك الليلة احترقت حبيبة مسيكا حتى الموت.
وأما إلياه الميموني فقد فارقه بعد أيام قليلة. هذه هي حكاية حبيبة مسيكا باختصار، وهي واحدة من أكثر الحكايات المأساوية التي عرفتها الساحة الفنية في تونس. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.